طبعا ان شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم على ديزاين اوف كيز. احنا خلصنا الشابتر، بعد كده هنتنقل الى كي. الكيز دي ده ماشين اليمنت مهم قوي، في الغالب انا بدخله بين الهوب اللي بيكون عليه الجير او عليه البوليز، الجزء اللي هو حوالين الشافت ده، عشان اضمن ايه، اضمن ان لما الشافت يلفف مع الهوب لو كان الشافت هو الانبوت للحركة، او العكس لو الترس او التارة تلف اضمن ان الشافت يلف لو كان الترس هو الانبوت للباور او الحركة بتاعتي. فبالتالي عشان اضمن ان محصلش سليبنج، واضمن ان وانس ان ده لف يلفف مع الماشين اليمنت التاني يعني كانهم سنجل بارت، وبالتالي اقدر انقل السرعة زي ما انا عايز بالباور اللي انا عايزها. طبعا لما نيجي نتكلم على الماتيريالز اللي بنصنع منها الكيز، في الغالب بتكون طبعا ماتيريال داكتايل، لان هو بيتعرض لسايكليك لودينج ودايناميك لودينج، زي مثلا المايلد ستيل. وبرضو مختار الماتيريال بتاعته بتكون اضعف من الماتيريال اللي بتصنع منها الشاب، او الماتيريال اللي بتصنع منها الهوب بتاع الجيت او البولي. والهدف من كده ان انا لما يحصل اي، مثلا حصل قفش في الشافت او اي حاجه والترس عايز يلف، فبالتالي المكان اللي انا اضحي بيه او الماشين اليمنت اللي اضحي بيه هو هيكون اضعف واحد فيهم، وبالتالي هيكون الكيس ده طبعا بالنسبه لي افضل ان انا اغير الكيس غير لما انا اغير الشافت او الجير نفسه او البولي، لانه ده بيكون جزء صغير. فبالتالي بختار الماتيريال بتاعته بتكون اضعف من الماتيريال اللي بتصنع منها الشافت او الماتيريال اللي بتصنع منها الهوب بتاعت الجيرز او البوليس. معروف عشان اركب الكي بين الشافت والهوب او البور بتاع الجير او البوليس، لازم اعمل ماشينينج واعمل سلوت. فالجزء اللي بعمل له ماشيننج في الهوب بنسميه الكيوي، والجزء اللي بحط عليه الكي في الشافت بنسميه كي سيت، وبينهم طبعا بدخل الكي بتاعي اللي هضمن بيه ان انا وانس ان واحد اتحرك فيه من الحركة التانية مباشرة. اللي عايز اقوله لك برضو، احنا اتكلمنا قبل كده لما جينا نتكلم على ديزاين اوف شافت، كنا بنقلل الاسترينس بقيمة 25% او بنضربه في 75%. وطبعا لان انت السلوتس دي اللي انت بتعملها عشان تدخل فيها الكيس دي بتعمل لي ستريس كونسنتريشن، وبالتالي بتقلل الفاليو بتاعت الاسترينس بتاعتي. فوجود طبعا الكي او السلوت اللي انا بعملها عشان ادخل فيها الكي ده بيضعف الماتيريال سواء بتاعت الشافت او بتاعت الهوب بتاعتي، بس انا محتاجه فلازم اضحي في المقابل بالماتيريال بتاعت الشافت او الماتيريال. لما نيجي نتكلم على التايبس اوف كيز، هنلاقي انواع كتيرة وبنصنفها بناء على الشكل وشكل الكروس سيكشن بتاعي. فبنصنفها الفايف مين تايبس. اول نوع اسمه السانك، تاني نوع اسمه السادل، تالت نوع اسمه التانجنت، رابع نوع اسمه الراوند، واخر نوع اسمه السبلاينز. لما نيجي نتكلم على اول نوع اللي هو السانك كيز، ده برضو جواه انواع تانية. في الغالب لما بنيجي نعمل السلوت اللي انا كلمتكم عنها، بنعمل نص السلوت دي او نص الارتفاع بتاع الكي بنعمله في الهوب، والنص التاني بنعمله في الشفط. او ارتفاع الكيوي
يساوي ارتفاع الكيسي. طيب السان كده في ايه انواع منه؟ في انواع كتير قوي، هنمسكهم واحد واحد. اول نوع اللي هو الريكتانجولا، والتاني نوع اسمه سكوير، تالت نوع اسمه بارل، رابع نوع اللي هو الجيب هيد اللي هو راس القطة يعني، والنوع الخامس الفيزر زي الريشة كده، وآخر نوع اسمه الودروب كي. دول كل الأنواع اللي هو جوه السانك كي، هنشرحهم ان ديتيلز في السيتس بعد كده. الريكتانجولار من اسمه يعني الكروس سيكشن بتاعه يكون واخد الريكتانجل شيب، بيكون طبعا عرضه أكبر من ارتفاعه. في الغالب بناخد العرض بتاعه بيكون ربع الديامتر بتاع الشافت اللي هيركب عليه الكيل. طيب وارتفاعه أو السمك بتاعه بناخده اتنين العرض بتاعه لتلاتة، تلتين يعني العرض بتاعه. أو لو أنا عوضت أس فانكشن في الديامتر بتاع الشافت هلاقيه سدس الديامتر بتاع الشافت. خلي بالك في النوع ده برضو أو في أغلبية أنواع الكيل إن أنا بحاول أعمل سلبة كده، يعني يكون في ميل، التان بتاع الزاوية الميل بتاعه بيكون واحد على 100، يعني كل ما اتحرك 100 وحدة بنزل قيمة واحدة واحدة، كل ما اتحرك ألونج الأكسس بتاع الشافت 100 وحدة بوطى واحدة واحدة، يعني لو اتحرك 100 ملي بوطى 1 ملي. ده كأنها التاني الزاوية بتاعت الميل بتاعه. موضوع الميل ده عشان يسهل موضوع الانسيرشن بتاع الكي داخل السلوت بتاعت اللي بعملها في الشافت. في السكوير طبعا معروف ان هو يعني العرض هو نفس السمكة او الارتفاع، وبالتالي باخده ربع الديامتر بتاع الشافت اللي بركب عليه. طبعا بيكون ميل برضو تاني زاوية 1 على 100 أو 1 في 100. الجيب هيد ده شكله زي شكل راس القطة بيسموه كده، وديت التفاصيل بتاعت الدايمنشنز بتاعته. الهدف من الجزء اللي أنا ضايفه ده اللي هو راس القطة ده، إن أنا جزء كأني بقدر أمسك منه اخرج او ادخل الكي بتاعي، هو او في الغالب بيكون ان انا اعمل ريموفال دي يسهل ان انا اخرج الكي بتاعي. يبقى الفيتشر اللي انا ضفتها دي او الكروس سيكشن بتاعه برضو قريب من اللي هو بتاع الريكتانجل، بس ضفنا فيتشرز جديده عند المقدمه بتاعته شبه راس القطه كده عشان اقدر امسك منه عشان اعمل ريموفال ليه. البارلل ده معناه ان التو سيرفيس سواء الابر او اللور سيرفيس بتاع الكي زي ما احنا شايفين السيرفيس ده او السيرفيس اللي تحته بيكونوا بارلل لبعضيهم، يعني من الاخر بمعنى اخر ان مفيش البيل اللي انا كنت بعمله السلبة دي، عشان كده بيسموه البارلل. طبعا بحتاجه لما انا في الغالب في صندوق التروس مثلا الركب بتاع العربية ان انا عايز احرك الترس براحتي شمال او يمين، بحيث ان انا اعشق الترس ده مع ترس تاني مثلا في شافت فوقية او تحتية او شمال او يميني، فهو يسهل الحركة دي غير اللي انا عملته بزاوية. عملته بزاوية بقى انا هتحكم باتجاه معين ان انا هعرف اتحرك فيه والتاني لأ. هو الهدف منه ده بنستخدمه بكثرة لما أنا في صندوق في جيب بوكس عشان أحرك الترس حسب من على الشمال أو اليمين أو ألونج السنترال أكسس بتاع الشافت ده راكب عليه، عشان أعشاه مع ترس تاني عشان أغير في السرعة أو أغير. وأنا بتكلم على البارل سانكي طبعا بيركبوه على الشافت عشان يضمن إن هو ما يطلعش من الشافت بتاعته بسكرو،
يعني بيطبوه مثلا من جنبين بتوعه، بعد كده بندخل السكرو دي عشان نربطه مع الشافت بتاعي. او بطريقة تانية ان انا بعمل كاني بعمل مثلا زي الدبل جيب هيد كده، و بركب الهوب عليه الاول، وبعد كده بدخل المجموعة دي اركبها على الشافت بتاعي. ان انا بعمل دبل جيب هيد، اركب عليه الهوب الاول الجزء ده كده زي ما احنا شايفين هنا، بعد كده بدخل المجموعة دي على السلوت اللي هي على الشافت. دي طريقة التركيب بتاعة البارل كي، تثبيتها بحيث ان هي او بحيث ان هو ما يخرجش اثناء المباني. الودراف كي ده شبه الجزء من الديسك كده، يبقى اهو زي ما احنا شايفينه. بس في ميزة انه انت ممكن تضغط على اي طرف من اطرافه، وبالتالي تقدر تدخل الهوب بتاعت الجيل بسهولة، وبعد كده ايه بتسيب الطرف اللي انت مدخل فيه، وبعد كده تلاقي المجموعة كلها اوريدي. يعني عملية الماونتنج بتاع تركيب المجموعة بيكون سهل باستخدام الودراف كي. طبعا عشان اركبه لازم اعمل جروبس بتكون مطابقة للجزء اللي انا هدخل فيه الكي بتاعي، وبيتم في الغالب مثلا عن طريق عملية الميلينج ماشين زي ما احنا شايفين كده. الميلر او الميلينج كتر بتاعي هو بيعمل السلوت ده، وليكن من نص دايرة مثلا، فبالتالي او نص ديسك، فبالتالي اقدر ادخل الكي بتاعي. وانس ان انا دخلت الكي ممكن اضغط على طرف من اطرافه لأي ستيك مثلا كده، وأقدر أدخل الهوب، بعد كده بسيبه وأزق الهوب تاني لأيركليت بسهولة. استخدمه طبعا في طبعا إحنا خلصنا أول نوع السان كي أنواع الاتنين على البرانش التاني من الأنواع اللي هو السادل كي. السادل كي ده بيعتمد ملي في نقل الباور او التورك على الفريكشن، يعني من الاخر الديبت بتاع او السكنسي بتاع السلوت اللي انا بعمل لها سواء على الشافت او على الهوب بيكون صغير جدا، فبالتالي بستخدمه في نقل الباور القليلة مقارنة بالانواع التانية اللي انا كنت بعمل ديبت كبير شوية. في منه نوعين، النوع الأولاني اسمه فلات، والنوع التاني اسمه هولو. فلات اللي هو على الشمال زي ما احنا شايفين، وهنعرف لسه من فلات. في الفلات بقى أنا بطبع سطح الشف على سطح الكي، يعني ببساطة بخلي سطح الشف فلات عشان أركب عليه الكي بتاعي زي ما احنا شايفين كده. يبقى ده النوع الأولاني. وادي برضو الريليشن شيبس بين الجيومتريكال بارامترز بتاعته او الدايمنشنز. النوع الثاني اللي اسمه الهولو ده، انا هنا بطبع سطح الكي على سطح الشافت، يعني بعمل ماشيننج بقى على سطح الكي، وبخلي الشافت زي ما هو. لكن في النوع الفلات كنت بخلي الكي زي ما هو واعمل ماشيننج على سطح الشافت. طبعا سواء النوع ده او النوع التاني زي ما احنا شايفين ان الدبس او العمق الجروفز بيبقى قليل جدا، فبالتالي انا بستخدمه في نقل الباور القليلة. التانجنت كي هو قريب من السادل كي،
انا بستخدمه في صورة، في الغالب في صورة بيرز ازواج، كل زوج هيمنع الحركة في اتجاه دوران معين. زي ما شايفين ده عند الزوج الاحمر ده، ده بير، والزوج اللي هو بالازرق ده بير تاني. بحطهم مثلا تقريبا في غالب ان هو بيكون كل زوج على زاوية 90 درجة. بنستخدمه طبعا في نقل الباور بالشكل ده الاعلى مقارنة الراوند كيز دي، من اسمه يكون الكروس سكشن بتاعه راوند. وده في ميزة ان انت بعد ما بتجمع الهوب على الشفط ممكن بالدريلر تعمل التوب وبعد كده تدخل الكي بتاعك بسهولة. عملية الاسمبلينج تكون اسهل مقارنة بالانواع التانية. طبعا بنستخدمه في نقل الباور اللي هي متوسطة يعني مش العالية. السبلاينز ده بنستخدمه في كسرة برضو في الشافت داخل الجير بوكس. هو ببساطة كأن الشافت نفسه جاي مع الكي بتاعه، يعني بنعمل زي سلوت أو أكتر من سلوت موجودة عندي. ده السلوت اللي بعملها في الشافت، دي السلوت اللي بعملها في الهوب، فبدخلهم مع بعض كأني عندي أكتر من كي موجودين. ده بنسميه شكل من أشكال الكيز اسمه السبلاينز. وبرضه ده بيسمح للأكسيال موشن، يعني بسمح للهوب بتاعت الجير أو البولي إنها تتحرك اللونجس بتاع الشفط زي البارل كده. اه زي ما احنا شايفين زي ما كلمتك ان السبلاينز ده بنستخدمه في كسرة في الجير بوكس، والهدف منه ان انا قلت بسمح بالاكسيال موشن بتاع الترس الونج الاكسس بتاع الشفط. فمثلا الترس ده عايز اعشقه مع ده مثلا، او عايز اعشقه مع الترس اللي بعده، والهدف منه ان انا عشان اغير في السرعة واغير في التورك زي غير الاولاني التالي التالت الى اخره. ده اسمه النوع اسمه السبلاينز، هو زي ما قلت لك قريب من البارل كي، بس طبعا بيكون بيتحمل هنيجي نتكلم على اشهر نوعين من الفيلير مودز اللي ممكن يحصلوا في الكيز اثناء ما انا بنقل الباور. طبعا هو الكراشنج او البيرنج، والنوع التاني اللي اسمه الشير، هنشرحهم بالتفصيل في الاستاذ اللي بعد كده. مبدئيا كده قبل ما نتكلم على الفيلير مودز هنتفق على شوية رموز ليتم نستخدمها. اولا احنا ندرس الفيلير مودز الكيز اللي هي من نوع الريكتانجلر سانكي، او السيمبل اللي استخدمه اللي هو التي تورك الاف الفورس اللي بتتولد على سطح فعل الشافت، ودي اللي بتكون بتعمل المشكلة دي، بتعمل سواء كراشنج او بتعمل الشيرنج. الدي الديامتر بتاع الشافت، الال اللينث بتاع التي، دبليو الويت بتاعه، الاتش اللي هو الثيكنس بتاعه سواء تاو او سيجما، دول متخصصين طبعا بالستريسز اللي بتحصل على سطح الكي. هنيجي نتكلم على اول نوع من الفيلير مودز الا هو الشيرنج. طيب الشيرنج بيحصل فين؟ ببساطة بيحصل في الجزء اللي احنا شايفينه ده. طيب الجزء ده يبقى دي الاريا، الاريا طبعا ده عشان ما تكون دي احنا نمده، فهو عامل كده عادي. عندي نص ارتفاع الكي، او ممكن نعمله
نعمله كي كامل. طب الاول بس الكي بتاعي قلنا احنا بيحصل في نص نتيجة تأثير الفورس بيكون في نص الكي. هو الجزء اللي انتوا شايفينه هو ده اللي بيحصل عنده الشيل. طيب الجزء ده العرض بتاعه قد ايه؟ العرض بتاعه دبليو. طوله قد ايه؟ لين الان. فبالتالي يبقى ديت الاريا اللي بيحصل عندها الشيلينج. يبقى معروف ده دايركت شير، يعني فورس على اريا شير. طيب الاريا شير هشيلها واحط عرض الكي في طوله، لازم طبعا يكون اقل من او يساوي تاو الاوبل للماتيريال اللي انا بختارها. خلي بالك بس في حاجة، لازم تحط ال ال كابيتال مش ال سمول. ليه؟ لان احيانا المهم المعادلة دي هتكون مجهولة، او المعادلة دي احنا بنطلع مين فيها اللي بنخليها النون هو ال ال كابيتال. انا عايز اعرف اللينث اللي انا محتاجه من الكيده. طيب الفورس ده انت اوريدي بتجيبها لما انا بديك الباور او التورك، فكل ده بتكون نون بالنسبة لك في الجزء اللي هو يخص الشافت ديزاين. والدبليو هتكون الدبليو دي هتكون بنقول ان هي بتساوي ربع الديامتر بتاع الشافت. تاو الابل هتختار ماتيريال معينة، وفي الغالب طبعا مش هتلاقي تاو للماتيريال بتاعتك، فانت بتختارها قلنا في علاقة بين التاو ييلد والسيجما ييلد، ان التاو ييلد بتساوي نص سيجما ييلد، ودام الابل يبقى نقسمها على الفاكتور اوف مين سيفتي. فبالتالي المعادلة اللي انت شايفها دي هتكون مجهولة في مين يا شباب؟ في ال كابيتال. وال كابيتال دي بعد كده هنفكها بتساوي ان اللي هو عدد الكيز في ال ال سمول، لان احيانا ممكن اكون انا محتاج طول كبير اكبر من طول الشافت نفسه. فبالتالي اعمل ايه؟ هستخدم اكتر من كي بحيث اقدر اغطي اللينث اللي انا محتاجه تو ستاند الشيء. خلاص يبقى المعادلة دي هتطلع مجهولة، او الانون بارامتر بالنسبة لك هو هيكون ال ال كابيتال، او بمعنى ادق بعد كده هنعرف ان هو. نيجي بقى للنوع التاني من الفيلير مودز اللي هو كراشنج او بيرنج. طبعا اي كراشنج او بيرنج هو فورس على البروجكت اريا، لازم يكون اقل من او يساوي سيجما بيرنج او. طب ايه البروجكت اريا؟ هي عبارة عن الاريا دي. الاريا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص ارتفاع الكي، دي اللي بيحصل عندها الكونتاكت او البيرك في طول الكي اللي هو ال سمول. لكن انا لو انا مركب اكتر من كي بيزد على اللينث بتاع الهوب بتاعتي، فبالتالي اللي انا حددتها من النوع الاولاني فبتساوي ان اتش على 2 خلايا ال سمول دي. طيب يبقى المعادلة كلها تكون مجهولة في ايه؟ الفورس اوريدي عندي عن طريق الباور او عن طريق الشافت ديزاين الى اخره، واللينث انا اوريدي حددته من الفيلير مود هو الان، والسيجما بيرنج الاوبل طبعا ممكن بتلاقيها في باور سكرو تيبلز اللي استخدمناها في الباور سكرو، او لو هي مش موجودة بتاخدها واحد ونص الالتيميت على الفاكتور اوف مين سيفتي. يبقى المعادلة كلها انون في مين يا شباب؟ في الاتش. يبقى انا اوريدي عندي الاتش جبتها من هنا، وعندي ال ال او ال في السلايد اللي فاتت او جت ال ال
تبقى المعادلة، وأوريدي الويدث بتاعي بناخد ربع الدايمتر بتاع الشافت. فالمهم أنا عندي التلاتة دايمنشنز بتاع الكي بتاعي، فلازم أظبطهم على الستاندرد، يعني أشوف قيم تساويهم أو أكبر منهم مباشرة. دي الستاندرد تيبلز. لو قريت أول كولم فيها، الكولم الأولاني ده هو عبارة عن الدايمتر بتاع الشافت. أنت الدايمتر بتاع الشافت بتاعك واقع في أنهي رينج، أكبر من إلى، فده بيحدد أنت هتختار أنهي صفر. بعد كده البي اللي هي ممكن تشطب عليها وتخليها دبل مضروب في الاتش، عرض في الارتفاع أو في الدبث بتاعه. لازم تظبط القيم اللي انت حسبتها، الدبليو اللي هو ربع الدايمتر بتاع الشافت، والاتش اوريدي انت حسبتها من الكراشنج، والال دي اللي حسبتها من الشيلينج. فاوريدي لازم تظبط الفاليوز بتاعتك تاخد اكبر من او يساوي القيم دي، ده عشان تظبطها عشان اكوردنج الستاندرد، عشان لازم تاخد اكبر من او يساوي، متاخدش اقل. لو انت اخدت اقل في الدايمنشنز دي،